انت ويايا مجله او بلوجر منسق؟ ماني ما منسق، يعني يقدموا لي شغلي يقدموا لي، ما يقدموا لي انا ما مضطر ادي. يعني احنا مجلات سويناها هسه، اذا ما تطي ما يبثلك. شنو هاي مجلات الكترونيه؟ مجله الكترونيه مشهوره كلش، هاي تشتغل اسماء معينه في يعني فئه معينه. وحتى اذا انت تدخل تقولهم بثولي يكتبون جديد الفنان وبس وينزلوها. بس الثاني تشوف البايو منزلي له كلام ولحن وتوزيع. وحتى اكو بيهم ما مأدي لهم، بس هم مركزين ويا اسماء. اذا انا اقول لك هاي المجله هي اشهر شيء وهي تنزل، باوع عليها مركزه ويا اسماء. يعني هذا الاسم اذا طلع ياكل صوروا سناب اليوم دا ياكل فلان شغله. زين هذا المطرب خطيه صارف ومسوي، وهذا جديد شو يسوي اذا ما يقدر يأدي لكم؟ يعني يدعمون ناس على حساب ناس. يدعمون ناس، يعني هم شنو يأدي لكم يعني؟ يعني ينطيهم فلوس. اذا ما ينطيهم فلوس نحكيها بالعاميه ما يشتغلوا له. ماكو شيء يعني موجود، يعني تريد اشوفك اياه بعينك؟ شلون ممكن؟ يعني تحكي وياهم تقول لهم بثولي يجاهلوك، يعني عندي يجاهلوك، من عندهم شغله يدقوا لك يخابروك. يعني اكو مجله احنا نسقنا وياها واشتغلنا، هاي من تنزل شغله جديد الفنان وبس، تنزل الواحد عايش بدبي، يعني مو مطرب عايش بدبي ويا جروب معين جديد الفنان مدري شنو، يحيرون شو يسوون بالستوري بالهذي. هو جروب معروف معين، يعني صارت لك جوائز برعاية المجلة، صارت لك فلان برعاية المجلة، صارت لك وخمسة ستة شعراء يجون نفسهم، وخمسة ستة موزعين نفسهم مهتمين بهذا الجروب. هذا الجديد اللي يجي الله يعينه عمي. يعني أنا يعني شقد شفت صعوبات وشفت هذه، بس هسه الجديد خطية، يعني يهلك حتى يضيع بالهوسه، العده صوت، العده جمال، العده امكانيه الماديه هم يهلكوه. صح.